غلا سنه 2020 ما كانت سنه عاديه اطلاقا وهذا الامر ينطبق ايضا على الالعاب وهذا الشيء ما يمنع تواجد مجموعه كبيره من الالعاب المميزه هذه السنه وايضا مجموعه من الالعاب التعيسه او خلونا نقول العاب ما ننصح احد يفكر يلعبها عموما الاذواق دائما تختلف وممكن لعبه ما عجبتنا وتعجبك فالخيار في النهايه لكم في حلقة اليوم بنستعرض لكم خمس ألعاب تعيسة في 2020 أو خلونا نقول أقل من المتوقع أول لعبة معانا هي لعبة 13 ريميك نسخة الريميك لعبة التصويب من المنظور الأول واللي صدرت في عام 2003 وهذه النسخة لقيت الكثير من الانتقادات بسبب تغيير أسلوب رسومات في اللعبة بالإضافة إلى تغيير العديد من أساليب اللعب وهذا غير المشاكل التقنية المختلفة الموجودة في اللعبة واللي خلت اللاعبين يتمنون عدم وجود نسخه ريميك من الاساس <applause> ثاني لعبه معانا هي لعبه فاست اند فيوريوس وتعتبر لعبه السباقات والاكشن المبنيه على سلسله افلام فاست فيوريوس الناجحه وعانت من الاسلوب الممل للعب وزوايا التصوير السيئه بالاضافه للعديد من المشاكل التقنيه في تجربه لم تنجح في نقل اثاره المطاردات من الافلام الى اجهزه اللعب وثالث لعبه معانا هي لعبه باكوغان تشامبيون اوف فيستوريا هي لعبة قتال والوحوش الحصرية على أجهزة نينتندو سويتش حصلت على العديد من الانتقادات لأن بكل بساطة سذاجة أسلوب القتال ومحدودية طور اللعب عبر الشبكة وأيضا الأحداث والمهمات الجانبية غير مرتبة جعلها تجربة لا ينصح فيها إطلاقا رابع لعبة معنا هي لعبة بونتي باتل هذه اللعبة هي لعبة مطور مستقل عشان يحاول يقلد نجاح سلسلة سوبر سماش لكن الأداء التقني سيء جدا للعبة واسلوب القتال جدا هش والرسومات ضعيفة خلتها نسخة لا تستحق التجربة إطلاقا وخامس لعبة معنا هي لعبة Godfall هي تعتبر من أوائل ألعاب الجيل الجديد وأول ألعاب الإطلاق لجهاز بلايستيشن 5 وصدرت أيضا على البي سي اللعبة مظهرا جميلة جدا ورسومها وتعكس الاحساس لالعاب الجيل الجديد، خصوصا المؤثرات البصرية والاداء فيها، بحيث تعمل بسرعة 60 اطار على دقة 4K ديناميكي. اللعبة فيها نظام قتال جدا ممتع ومتنوع، لكن مشكلة اللعبة هي قلة المحتوى في اللعبة نفسها، وايضا التكرار الممول فيها، والمهمات فيها تصير مملة ايضا. حتى القصة سطحية جدا، وتصميم المراحل متشابه. ولا يوجد محتوى اند جيم يسوى يعني اللعبة تحسها ناقصة لكن في تحديث قادم في بداية العام الجديد احتمال كبير انه يمكن ينقذ اللعبة وهذه كانت اختياراتنا لمجموعة من الألعاب المحبطة في 2020 شاركونا اختياراتكم أيضا في التعليقات إذا في ألعاب ما ذكرناها كما كفت الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة